نتكلم عن الحبوب، الحبوب اللي تطع في الراس، شنو تنصح؟ الحبوب تمام. بالنسبة لفروة الرأس الدهنية، هاي مشكلة جدا شائعة. طبعا أول شيء عندنا القشرة وفروة الرأس الدهنية. القشرة غالبا على حسب هل في الشخص بيستخدم أي مستحضرات للشعر أو فروة الرأس أو الماسكات السيليكون أو أيا كان بيستخدم، هاي الأشياء ممكن تزود قشرة فروة الرأس. وطبعا القشرة لما يكون في شخص عنده قشر، راح يكون هو من بسبب القشرة ممكن يسبب له حكة، فمن الحكة نفسها يعور راسه بأظافره، فممكن يصير انفكشن وفونيكولايتس بالحالة هاي. فهاي من النزيف مع القشرة بفروة الراس، يظل يلعب بالقشور يحاول يشيلها بأظافره، فبيسبب جروح بفروة الراس، ومع الوقت ممكن تصير فوليكولايتس، التهاب جريبات شعرية. فهاي علاجها تحتاج انه تشوف دكتور، يعني دكتور اخصائي، بحيث انه يعالج لها المشكله هاي. وفروه الراس الدهنيه ممكن انواع معينه من الشامبوهات اللي يكون فيها انتي فانجل تستخدم، وطبعا على حسب كل، لانه ممكن يكون الاكزيما الدهنيه، ممكن يكون اي دياجنوزز ثاني. فصراحه السؤال مثل ما قلت دكتور يعني متشعب، فما بقدر انه اختصره، بس هاي مجرد معلومات بسيطه عني. حطوا ببالكم دائما لما يكون في حبوب قشره بالراس او حبوب، هذه مشاكل مزمنه تحتاج علاج على فترات طويله، يعني مو شيء تاخذونه مره واحده وخلاص، لانها تعتبر مشاكل مزمنه. تمام. وممكن يكون أمراض مزمنة تسبب قشرة بفروة الرأس، غير أن الأكزيما الدهنية ممكن يكون صدفية، ممكن يكون مثلا تينيا اللي هي فطريات الفروة، على حسب. فعلشان كذي قلت لك أن السؤال وايد متشعب ومو سهل أنه يجاوب عليه بمجرد أنه سؤال وجواب على اللايف. بالضبط. حلو، خلينا نروح سؤال قبل الأخير، راح ناخذ سؤالين أو آخر ثلاث أسئلة. أوكي زين، تمام. واحدة تقول شعري جاف، هل يمكن استغناء شعرها جاف، هل تتبع الشامبو؟ تمام. هذا السؤال حلو صراحة، ومن الأشياء اللي كنت بقولها كل مرة لما نطلع لايفات وأنسى صراحة. بالنسبة للشامبوهات لما نستخدم، احنا رقم واحد لما نستخدم الشامبو احنا نستهدف فيه فروة الرأس. انا يهمني انظف فروة الرأس من الاشياء الموجودة عليها الديرتس او الاوساخ او واتيفر اللي موجود عليها الترسبات من الجو، سواء لانه يكون في فروة الرأس اكثر المناطق فيها غدد دهنية فبتفرز السيبم، فالسيبم او الدهون اللي بتنفرز على فروة الرأس فبيعلق فيها من الجو والهاي الديرتس والاشياء. فاحنا لما نستخدم الشامبو بهمنا هدفنا الاساسي تنظيف فروه الراس. طبعا اذا كان الشعر جاف احنا نخلي بعد ما نغسل شعرنا فروه الراس بالشامبو نستخدم بلسم للشعر. الشعر بينحط، يعني البلسم بينحط على الشعر الهير فايبر نفسها مو على الفروه. وممكن اذا كان الجفاف شديد نستخدم الكريم ماسك، حمامات الكريم. حمامات الكريم اوريدي تفرق عن البلسم، ان البلسم ينحط دقيقتين ثلاثة خمس دقائق وينغسل، اما حمام الكريم ينحط لمدة اطول. يعني كم دقيقة؟ يعني اوريدي ممكن ينحط ساعة، ممكن ينحط ساعة وعقبها بيكون في مثل الطاقية او شيء يلبسونه. هم البنات اخبر مني صراحة في هالشيء شلون طريقة استعماله، بس انه ينحط لمدة اطول، ممكن من نص ساعة لساعة وبعدها يغسلونه بالماء. فهذا اوريدي يساعد على انه يرطب الشعر. وطبعا البلسم او الماسك اللي هو الحمام الكريم هذا ينحط على الشعر نفسه، الهير فايبر نفسه مو على الفروه. والاستغناء عن الشامبو طبعا لما يكون الشعر جاف، ممكن الشخص يبي ياخذ شاور على اساس فترات الصيف والعرق وكذي، يقدر يقدر. واذا يتحمم مثلا كل يوم، اكيد مو كل يوم راح يستخدم الشامبو، الشامبو يستخدمه مرتين بالاسبوع مثلا، باقي ايام الاسبوع يتحمم بماء عادي. حلو حلو دكتور، تعرف فورديس؟ تمام. اوكي دكتور، ما شاء الله انت يعني طبيب عندك بورد، فاكيد ما يخفى عليك او تخفى عليك هذه المشكله. الفوردس بالشفايف هذه مشكله، تمام. يعني منتشره بكثره وتشخيصها يعني احيانا مو ستريت فورورد. شنو نصيحتك وشنو علاجك؟ تمام. هو احد العلاجات اللي ممكن نستخدمها هي الليزر، الفراكشنال ليزر، ممكن يعطينا نتائج كويسه بس يحتاج اكثر من جلسه. حلو، وقاعد تسويها حق مرضاك دائما؟ اي تمام، نسويها اوريدي، بس مثل ما قلت لك دكتور يعني الاستجابه متفاوته، بس يحتاج اكثر من جلسه، بس نتائجها حلوه. ممتاز ممتاز. خل نروح حق عباره عن غدد دهنيه بشكل اوريدي يسمونها اكتوبيك سيبيشس جلاندز، هي المنطقه هذه نورمالي ما يكون فيها سيبيشس جلاندز، هي تكون طالعه بشكل اكتوبيك. حلو حلو، بين كل جلسه وجلسه
كم تعطي البيشنت يعني؟ انا بالنسبه لي صراحه احب انه يكون في جابنج بين الجلسات، خصوصا الفراكشنال والاشياء هذه، انه يكون مو اقل من 3 اسابيع لشهر. هل جهاز الهايدروفيشل فعال؟ جهاز الهيدروفيشل اي زين، هو يستخدم عباره عن تنظيف بشره عميق على عده مراحل، يستخدم احماض الساليسيليك واللاكتيك وكذي، فهو تنظيف بشره فعال وزين. والشغله الكويسه فيه انه بيعمل ريجوليشن للسيبم برودكشن، يعني ينظم افراز الدهون ويساعد في حال ان الشخص عنده حب شباب، بس طبعا ما يكون ملتهب وايد لما نسويه على اساس ما نزود الالتهاب، فهو يساعد بتنظيم افراز الدهون ويعمل تنظيف عميق للبشره، وبعدها لما نحط العلاجات الموضعيه على البشره يكون امتصاصها بشكل افضل. وطبعا ازاله الرؤوس السوداء من اهم الاشياء اللي يسويها، على اساس الدواء لما نحطه موضعيا يكون البنتريشن ماله زين، انه يمتص الجلد بشكل جيد. ممتاز ممتاز، شكرا جزيلا للدكتور محمد. طبعا دكتور محمد راح يشرفنا تمام كل فتره ويجاوب على بعض اسئلتكم، يساعدنا بالاجابه على اسئلتكم.